الوطني للإعلام نستضيف السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. سيد مجاهد، أنتم بصفتكم رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كيف تقيمون المشهد الإعلامي الوطني؟ أكيد على أنه تقييمنا غادي يختلف على تقييم الحكومة، وخاصة ما جاء به السيد وزير الاتصال، لأننا لا نعتبر أن هناك مؤشرات تؤكد على أننا فعلا نسير نحو تعزيز المكتسبات أو مزيد من الحرية. وأظن أنه إذا رجعنا لبعض الحالات اللي هي امتلال اللي نقدروا نقدموا اللي احنا كنعتبروها خطيرة جدا وسجلناها، هي أولا مسألة الاعتداء على الصحفيين. أنا أظن بأن هذه المسألة هذه لا تقبل نهائيا في أي دولة اللي تسعى إلى الديمقراطية، أن الصحفيين لما يخرجوا يغطوا الأحداث كي يكونوا في غير مأمن والسلطات الأمنية كتعتدي عليهم. وعندنا حالات كثيرة في هذا الشأن هذا، وخاطبنا فيها الحكومة وخاطبنا وزارة العدل، ومازال الملف مطروح، والآن احنا طرحينه على البرلمان لأنه لا تقبل نهائيا هذه المسألة هذه، والحالات كثيرة. المسألة الثانية كذلك، ما هو مصير الآن القوانين اللي عندنا؟ لأن عندنا قانون الصحافة، لكن كنوجدوا على أن الاتجاه الآن أصبح هو تطبيق قوانين أخرى، إما القانون الجنائي كما شفنا سابقا، أو الآن حتى القانون مكافحة الإرهاب واعتقال صحفي. نتمنى أن هذه الحالة هذه تنتهي، ولكن المشكل مازال مطروح، المشكل مازال مطروح فيما يتعلق كيف نسير نحو أننا فعلا إذا بغينا قانون صحافة يكون فيه خالي من العقوبات السالبة ويكون ديمقراطي ويكون ليبرالي. لكن التساؤل هو أنه ولو يكون عندك هذا القانون يمكن القضاء يمشي في تطبيق قوانين أخرى. أنا أظن بأنه لابد في دولة ديمقراطية أن القضاء يمشي في الاتجاه أنه يطبق قانون الصحافة، لأنه هو اللي متخصص في قضايا الصحافة والنشر، هو اللي كيعطي ضمانات أكثر، ماشي فقط في المغرب وإنما هذه في مختلف البلدان الديمقراطية. وعندنا طبعا إشكالات أخرى مطروحة تتعلق بالأوضاع داخل المقاولات وداخل المؤسسات ومسألة الحكمة. وهنا غادي نرجع للحوار الوطني اللي كان سبق لا ما يسمى بالربيع العربي أو حتى الإصلاحات الدستورية، واللي فيه خريطة الطريق. يمكن الآن اللي مطروح هو أننا عندنا دستور جديد فيه مبادئ اللي هي كنعتبروها إيجابية، الآن لابد من تأويل ديمقراطي للدستور، خاصة في مجال حرية الصحافة والإعلام، الشيء اللي ما كان لاحظوش. هناك أوراش مفتوحة، ولكن مثلا سؤال كبير، واش فعلا الآن احنا عندنا وسائل إعلام مثلا عمومية، واش ماشي وسائل إعلام اللي مملوكة للدولة باقي كتدخل فيها الدولة؟ والآن كنلاحظوا حتى الجهاز التنفيذية تدخل فيها أكثر، بمعنى بحال لا غادي نرجعوا إلى الوراء كثيرا. وشاهدنا ولاحظنا كاملين كيفاش أنه رئيس الحكومة كيجي للقنوات وكي يعمل فيها واحد الخطاب اللي كنعتبروه من ناحية القانونية لا 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 تقبل نهائيا. إذن السؤال هو واش غادي نمشيو فعلا نحو استقلالية الإعلام؟ ومنين كنقولوا استقلالية الإعلام، استقلالية الإعلام على الدولة وعلى الحكومة ويكون فعلا مهني. أنا أظن بأنه المؤشرات الآن اللي مطروحة ما نقدرش نقول أنها مقلقة، ولكن جميع الأحوال كدفعنا إلى التساؤل هل فعلا فتحنا الورش الحقيقي للإصلاح. برغم ذلك سيد يونس، هناك مجموعة من الأجناس الصحفية المتطورة ببلادنا، من بينها الصحافة الإلكترونية التي تنضاف إلى الصحافة الورقية وباقي الأجناس الأخرى، بحوالي 500 موقع إخباري يؤسس الشبكة العنكبوتية، وهو رقم يضع المغرب في الريادة عربيا وإفريقيا في مجال الإعلام الرقمي. وقد واكبت هذا التطور مجهودات وتجارب لعدد من الإعلاميين في انتظار إصدار قانون ينظم هذا الجنس الصحفي. من الدار البيضاء نتابع ربورتاج أمين هنوي والحسين الوافقي. داخل مقر حديث وسط العاصمة الاقتصادية، يشتغل طاقم هذا الموقع الإلكتروني منذ 6 أشهر على مواكبة الأحداث الوطنية والدولية. الطاقم الإعلامي للموقع القادم من الصحافة الورقية يسعى لمواكبة التطور الكبير للصحافة الرقمية بالمملكة من خلال مادة إعلامية بمواصفات ورؤية جديدة رغم بعض المعيقات المهنية. هذا الموقع درنا أول حاجة درنا المشروع كنا نكونوا إخباريين ونكونوا مهنيين،
وعطينا واحد الحيز كبير اللي هو الفيديو. الصعوبات اللي غادي تقدر تكون عندنا هي باش نقدروا يعطيونا الهامش فين نخدموا. مثلا من ناحيه الصوره ولا الفيديو كاين اشكال اللي مطروح. قارئ تيتسنى بزاف ديال الحوايج من الصحافه الالكترونيه، تيتسنى الخبر، تيتسنى الاحترافيه، تيتسنى واحد المجهود كبير. خصنا نكونوا على هذا المستوى هذا ديال انتظارات ديال القارئ. تجربة إعلامية مغايرة لموقع إلكتروني اختار التركيز على الخبر المحلي ومجريات الأحداث بالعاصمة الاقتصادية على مدار الساعة، فيما تبقى إكراهات الممارسة اليومية متشابهة مع باقي المواقع الإخبارية الإلكترونية. العاملين في القطاع مازال ما حتى هما ما كيتمش معاملتهم بالمثل بحال الزملاء ديالهم الصحافة المكتوبة والسينية البصرية. والإشكال الأساسي اللي هو أساسي في نظرنا هو مشكل ديال الإعلانات والمستشارين. المستقبل عند الصحافة الإلكترونية كوسيلة للإخبار، يعني مستقبل واعد، ولكن هذا كيفرض على الجهات المسؤولة كيف قلت أنها تعامل بجدية مع هذا الموضوع. مع تعدد التجارب الإعلامية في هذا المجال، سعت السلطات المختصة إلى فتح نقاش حول سبل تأهيل الصحافة الإلكترونية، تمثلت حصيلته في كتاب أبيض قبل الانتقال إلى إصدار قانون تنظيمي. الكتاب الأبيض كانت تجربة فقط، هي تشخيص أكثر مما ما هو يقترح حلول، أو إن كان يقترح حلول فهو يقترح ما هو نظري أكثر من الواقع، أكثر من تجارب ديال الناس الممارسين واقعيا لا نتيجة تذكر. في حين هذا مشروع كان خصو يكون بالسرعة ما نقولش الممكنة ولكن المفروضة لمواكبة السرعة اللي كيتطور بها المجال. الكتاب الأبيض يعني من اللي رفع مجموعة من التحديات، خاصة التحدي التكنولوجي والتحدي الاقتصادي، يعني كان بادرة خير، ويعني كنتمناو يترجم على أرض الواقع ويتخذ بعين الاعتبار هاد جوج مسائل اللي هو تحدي تكنولوجي وتحدي اقتصادي. يتوفر المغرب حاليا على أكثر من 500 موقع إخباري وحوالي 15 مليون مستخدم للأنترنت، ما يجعلنا في مراتب متقدمة على الصعيدين العربي والإفريقي، في انتظار صدور قانون تنظيمي يعزز مكتسبات المجال ويضمن شروط الممارسة المهنية. سيد مجاهد، على كثرة المواقع الإخبارية الإلكترونية، ما هي القيمة المضافة التي جاءت بها، ثم كيف يمكن تطوير أدائها في انتظار قانون يصدر قريبا ربما لتنظيمها أكثر؟ هو لابد نقول أن هذا غادي يغني المشهد الإعلامي، لأن في العالم كله الآن التكنولوجيات الحديثة أعطت إمكانيات كبيرة باش تطور الصحافة الرقمية، وأكيد على أنه تطورات التكنولوجيا غادي تتواصل وهذا المجال غادي يتوسع اكثر. لكن التخوف هو انه ما يحصل في قطاعات اخرى وعاود يحصل في هذا القطاع هذا. احنا الان كنعرفوا ان الصحافه الورقيه عندها مشاكل كثيره، والمشاكل عندها حلول، ولا رجعنا لعدد من المقترحات اللي في الحوار الوطني او غيره، اظن انها كاينه حلول، واكيد لانه ما غادي نبغيوش ان الصحافه الورقيه تموت لان كاينه صحافه رقميه او غيرها، لان في البلدان كلها كاين هناك نوع من التوازن. الان الصحافة الرقمية مهمة بالنسبة لبلدنا، لأن هذا واحد المجال كيتطور بشكل كبير في العالم كله في المنطقة اللي كنعيشوا فيها، وحنا محتاجين إلى دعم هذا الصحافة الرقمية، محتاجين إلى دعم كبير وإلى حل الإشكالات اللي مطروحة سواء على مستوى الإعلانات، إلى الدعم ديال هذا الصحافة هذه بطريقة قانونية، إلى الدفع نحو تنظيم المقاولات باش تكون مقاولات حقيقية وجدية وتعطي واحد المنتوج اللي هو جيد، وإلى أن نعترفوا بالصحفيين اللي كيشتغلوا في هذا المجال كذلك بأنهم مهنيين طبقا للقواعد المتعارف عليها. بمعنى ما يمكنش فقط أننا نعالجوا الإشكال القانوني، مهم نعالجوا الإشكال القانوني، والاقتراحات اللي وضعنا الآن في القانون اللي غادي تدمج بالخصوص في قانون الصحافة مع بعض الخصوصيات غتكون فيه، هي كندفعوا نحو المهنية ونحو أنها تكون مؤسسات، ولكن لابد من سياسات مرافقة موازية، لأن المجال محتاج إلى إعلانات، إلى دعم وإلى تكوين. لأن شوف الآن التكنولوجيات الحديثة كتفتح المجال للمواطن باش أنه يساهم. الفرق ما بين المواطن وما بين الصحفي، خصو يتميز الصحفي والصحفية. ولكن شنو المشكل اللي مطروح؟ المشكل اللي مطروح الآن هو الصراع غادي يكون ماشي على التكنولوجيا، تقدر تشريها، اللي ما تقدرش تشري هو المحتوى، هو المضمون الوطني ديالك، هو الإنتاج الوطني ديالك الجيد، وهذا
هو الموارد البشرية اللي كتعملوا، هذا ما غيمكنلكش تشري، ما غيمكنلكش تكري، لا يباع ولا يشترى تماما. وهذا هو فين كاين الآن التحدي الكبير، واللي كنظن لابد من سياسات عمومية مرافقة في هذا المجال. سيد يونس مجاهد، كنت ضيفنا في اليوم الوطني إعلام، شكرا.